والآن نذهب إلى شمال قطاع غزة، ومعنا من هناك مراسل الغد حمزة حماد. حمزة، ما الذي ترصده لنا الآن؟ نعم، يعني بالفعل الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي ما زال متواصل على شمال قطاع غزة منذ ساعات. يعني لو تحدثنا في هذه اللحظات كان أو قبل قليل كان هناك إطلاق للعديد من القنابل الدخانية في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، تحديدا في منطقة محيط الزعتر ومحيط شارع السكة، هذه المناطق التي تقع شرق مخيم جباليا. أيضا كان هناك في هذه اللحظات منذ ساعات وبشكل متواصل كان هناك قصف مدفع من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود، على الشريط الحدودي في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة. نتحدث أيضا عن غارات إسرائيلية من قبل الطيران الحربي في أماكن عدة في شمال غزة. هذه الغارات عادة تكون لمنازل تعود لعدد من المواطنين المدنيين. نتحدث أيضا عن كان وجود قبل ساعات من الآن تحديدا في حدود الساعة 5 مساء كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي لمستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة نتيجة نقص الوقود أو شح الوقود والأزمة التي تمر بها المستشفيات والاستهداف المباشر من قبل يعني الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث بالعودة إلى الساعات الماضية، منذ ساعات الصباح كان هناك استهدافات للعديد من المنازل في عدة مناطق، منها مشروع بيت لاهية ومنها منطقة جبالية البلد وحي تل الزعتر. يعني هذه صورة الوضع حتى هذه اللحظة. نتحدث في هذه اللحظات وقد تصل الآن سيارات الإسعاف إلى مستشفى الأندونيسي، وعلى ما يبدو وجود إصابات جراء استهداف للاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. لم نتمكن الآن، سنحاول أن نتعرف على طبيعة الاستهداف في المكان. سنحاول طبعا نضيف إلى ذلك هناك تحقيق مكثف لطائرات الاستطلاع وطائرات كواد كابتر في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، تحديدا في أجواء مستشفى الأندونيسي وأجواء حي تل الزعتر. قصف إسرائيلي من قبل المدفعية لحغاية هذه اللحظة، ربما تستمعون إلى أصوات الانفجارات في تلك المنطقة. سنحاول أن نتعرف على طبيعة الاستهداف، طبيعة الاستهداف الذي أدى إلى وصول إصابات المستشفى الأندونيسي. نعم حمزة، إذن حمزة حمد مراسل الغد في شمال القطاع. يعني هذه صورة الأوضاع حتى هذه اللحظة، ربما نحاول أن نجمل طبيعة الأوضاع. نعم الإصابات التي وصلت الآن، الإصابات التي وصلت الآن إلى مستشفى الأندونيسي هي ناتجة عن استهداف إسرائيلي في منطقة التوبة في شمال قطاع غزة. لم نتأكد حتى اللحظة إذا كان هناك وجود شهداء في المكان أو لا، ولكن ربما حسب ما أفادتنا الآن ضباط الإسعاف والطوارئ أنه يوجد عدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف. هذه طبيعة الصورة حتى هذه اللحظة من شمال القطاع. إذن الغارات لا تزال متواصلة على مناطق شمال قطاع غزة، يعني حتى إنه الناس تطمئن، يعني الغارات، هل هناك غارات إسرائيلية مكثفة كما منطقة غرب مدينة غزة، من الأمر مختلف بالنسبة لمنطقة شمال القطاع؟ نعم، القصف متواصل، القصف متنوع في شمال القطاع، يشمل القصف المدفعي من قبل آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة، وقصف من قبل أيضا من قبل الطائرات الحربية. الطائرات الحربية قبل حوالي ربع ساعة من الآن قامت بإطلاق عدد من صواريخها الحربية. أي الآن نسمع استهداف جديد الآن يتم نقل أيضا إصابات بسيارات مدنية جراء استهدافات. الآن وصول إصابة من خلال سيارات مدنية إلى المستشفى، كما ربما تسمعون الصوت الآن في داخل المستشفى الأندونيسي. هذه الأصوات التي تسمعونها الآن ناتجة عن قصف مدفعي متواصل في أي منطقة هذا القصف؟ ماذا يستهدف في الشمال؟ القصف هو في محيط منطقة قليبو ومنطقة شرق حي تل الزعتر، أي تعرف منطقة السكة.
هذه الانفجارات هي عبارة عن قصف مدفع. أيضا نضيف إلى ذلك أنه يسمع ما بين الفينة والأخرى وجود أصوات اشتباكات في منطقة شرق بلدة بيت حانون. هذه الاشتباكات هي من قبل رجال المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني يؤكد أن هناك حالة من الاشتباك المتواصلة مع قوات الاحتلال في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة. أيضا كانت هناك بعض الادعاءات الإسرائيلية وبعض الشائعات تحاول أن تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن هناك حصار أو يعني حالة من حصار لمستشفى الأندونيسي، وحالة من بهدف الإرباك الجبهة الداخلية في مجتمعنا الفلسطيني. لكن هذه الإشاعات هي غير صحيحة على المطلق، ونحن بدورنا كصحفيين في داخل المستشفى قمنا بالتوضيح لجمهورنا ومجتمعنا الفلسطيني بأن كل ما يروجه الاحتلال هو غير صحيح، وأن الجبهة الداخلية يعني متماسكة، ونحن بدورنا نوضح الصورة أولا بأول عن عما يدور في داخل يعني شمال قطاع غزة. إذن القصف لا يزال متواصلا، الشبكات في شرق بيت حانون منطقة جليبو وأيضا شرق تل الزعتر منطقة السكة، هذه المناطق الآن تتعرض للقصف الإسرائيلي وغارات جديدة كما تحدثت. هل هناك حصيلة جديدة محدثة لأعداد الشهداء والإصابات حيث أنت؟ كنا قد تواصلنا مع يعني إدارة مستشفى الأندونيسي، وقد حصلنا مساء اليوم على إحصائية محدثة. طبعا إحصائية الشهداء قد وصلت إلى مستشفى الأندونيسي منذ الأمس حتى هذه اللحظة أكثر من 60 شهيد إلى مستشفى الأندونيسي، وطبعا عشرات الإصابات إلى داخل المستشفى. هذه ربما الحصيلة الحالية الموجودة لدينا، ربما نحاول بعد قليل أن نصل إلى إحصائية محدثة أخرى لنزودكم بها واطلاعكم بها أول بأول. نعم، هل هناك مختلف جديد في المشهد الميداني عن الأيام السابقة حمزة حتى الآن؟ المشهد الميداني هو يعني يعيش ويتابع لحظة بلحظة ويشهد وتيرة متصاعدة جراء القصف الإسرائيلي العنيف في شمال قطاع غزة، من خلال استهداف المنازل، من خلال استهداف والتضييق على المستشفيات، ومن خلال الأزمة أيضا الإنسانية الخانقة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة جراء نقص المواد التموينية ونقص المواد الغذائية. نتحدث عن أزمة أيضا على صعيد الخبز، صعيد المياه، يعني